يلا يا جماعة عايزين نسجل، يلا يا يلا ادم، يلا نسجل ونرجع تاني. نقول سلام عليكم كوميات جيمنج. النهاردة هنلعب مع أبو البطارق. فاكر بطريق عامل ايه؟ وهنلعب مع هنلعب مع السلام عليكم. مع محمد اللعيب اللي هو استغفر الله العظيم يعني من كل ذنب عظيم. بس غمض عيني غمض عيني. ماشي. أو انا هم قالوا لي ان في هدية. فين الهدية؟ I don't know. أم وانا هفضل مغمض؟ تعالى. مش كده؟ ايوه ايوه. فين؟ افتح بقى. ايه ده؟ 200. اوه هو ده بجد رقم مش عارفه بقى ده يمكن هو ده رقم اتنين بس. راح الاثنين مع بعض 200. معلش يعني مش عارفه اعمل رقم اتنين دي. ايه جامدة والله. واو. نعم. انا بشوف بيتي عشان بقالي 4 شهور ما شفتوش من ساعة الاستريم. اوكي ودي الشجرة اكبر في ايه ده؟ هورسوس. آه! البطريق قتل الحصان. انا اقدر اقتل. انت تطلع. انا عايز اشتري من عندك بصراحة محمد الملك. ماشي، عاوز تشتري ايه؟ ويلكم. اه طبعا عايز اشتري ايه. هو ده محمد، هو ده ووتشوب. اه تمام. ده بيبيع خشب. بيبيع ايه بقى هنا؟ النص ستاك بكام؟ بس عشان انك بايرونايت ايه ده بجد؟ يا نهار اسود. طب انا هاخد الساك. ايه؟ هاخد ستاك بدايمونتين. هتاخد مثلا يا اسطى يا جماعة، مش هينفع تاخد الشيء انت هتشوف كل ستاك. اوكي تمام، هاخده. بس هاخده اللي هو اه تمام، هاخده الفاتح. ايوه خد الفاتح ده، وانت هتسيبها وتشتري وحط الدايموند هنا. بص يا جماعة احنا عايزين نبني بوابة النذر، بس عايزكوا مين معاه بيكاكس دايموند؟ انا معايا. حلو. هتكسروا بوابة النذر دي وهنبني أكبر بوابة نذر. بما إني معايا 45 أوبسيديان جمعتهم أنا وزوز جيمنج، هنبني بأكبر بوابة نذر. سمعت ايه ده؟ مخزن اوبسيدين. ما احنا قعدنا 3 سنين نجمعهم حتى سال زوز جيمنج. انا وفادي عقبال ما لقينا في لافا احنا نبني جاتو. نعم اديني الاوبسيدين معاك. ليه؟ ايه ده امريكا؟ امريكا كسروا يا ربي. معلش كسروا الثلاثة دول عشان ما عملتهم بالغلط. لا لا أنا تعالى. احنا نبني أغرب بوابة. يلا يا عم. بصوا الأوبسيديان اللي هيتبقى هدولكوا. تمام ماشي يا مفرق. خدوا. عايز تقسمه بقى انت ولا وياسين براحتك. يلا شغلوا البوابة، شغلوا البوابة، لا بس دي مش هينفع تقريبا. شغلها بس. انا غير لها. اه استنى يا رب يا رب. واو الله فخامة. انا لسه هعدل عليها اهو دلوقتي. انا اجمعنا انا بس اعمل حاجة وجاي. تمام. شايفين انتوا بتعملوا ايه؟ عمرك انت مفحم كده ليه؟ فوق ده يا جماعة مين معاه شافل؟ مين معاه شافل؟ معاك شافل؟ معاك شافل؟ هات هات يا محمد وهدولك تاني. هات يا محمد. يا نهار دي باظت خالص. هات الشافل يا محمد. يا طريق يا طريقة. امشي عمليك امشي. خدته خدته ما تخافوش. هي دي منطقة مين عشان ابقى عارف؟ بس أني اللي هي دي اللي وراها كده. لا دي مش منطقة.
لا دي تبع السبون. اه طب بصوا احنا نعمل الحفرة اللي هي العميقة اللي اعملوا بصوا استنى يعني خلاص انا ادعم الناس بيادة. تمام انتوا بتحرقوا السيرفر مش بتحرقوا الكلب. شكرا بس كده اروح اعمل لي شافل بقى واجي. هنا بدأت فكرة اكبر حفرة في ماينكرافت حرفيا. احنا عملنا حفرة، ده الجزء الاول منها، اعملي سبسكرايب عشان تشوف الجزء التاني لما نروح للبيدروك او ننزل لتحت لغاية البيدروك. كمل الفيديو للاخر عشان الفيديو ده جامد جدا وتعبنا عليه جدا. فيو كم فيو؟ 150. تمام الموضوع هيطول جدا عشان نعمل اكبر حفرة في ماينكرافت. يلا يا ياسين تعالى ساعدنا. في قناة يادو الستريمات ولا فيديوهات؟ اكيد اكيد الاستريمات لان كلهم بيتشاتوا معايا على طول. جماعة انا مش معايا ايفون الصراحة، محرج اطلب منكم يعني. عادي 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 اللي معاه 3 ايرون محلل يا ريت يعني. ماشي خلاص دندرة من النن دندرة من النن. احنا بيو كسرنا جزء كبير أوي يعني من نفس ال كده بالشات. ايه ده؟ محمد اللي طلع من الديسكورد ولا ايه؟ تمام ماشي لا بخرجكم عادي. المهم يعني يا يدو نعم ظن اه خلاص انا بيكاكس ولا بتاعي ايه؟ بيكاكس بتاعي قرب يتكسر. اول ما يتكسر خلاص تمام. بس انت لو بيكاكسك اتكسر روح خلاص يعني، مش ما تعملش حاجة تاني خلاص. لا ما لسه بجاكس يا عادي ماشي يتكسر خلاص وخلاص. هنكسر كسر بقى جاكس انكسر. انا استنى هروح اعمل حاجه، استنى عايز اعمل حاجه بره، في حاجه في دماغي عايز اعملها ومعاكم يعني معايا مواردها فالصراحه عايز اعملها. انا جالي ديسكونكت. تمام يعني هو في لحد هنا ربنا كنا كاتبين النهارده. يعني هو انا جالي ديسكونكت والنور قطع وجا تاني ولسه قاطع برضو. وهنقف لحد هنا، نشوفكم الفيديو الجاي في الجزء التاني واحنا بنخلص اكبر حفرة في ماينكرافت. بيس سلام.